بسم الله الرحمن الرحيم. في آخر المحاضرة الماضية بلشنا بالكيو، حكينا الكيو كديتا ستراكشر بتشتغل على مبدأ فيرست إن فيرست آوت، وهو الطابور العادي اللي بنصفه بأي مكان. مبدأ الطابور العادي هي حكينا ابن العم للستاك، لأنها هي مكونة من مجموعة من الأوبجيكتس مرتبة بطريقة معينة. طريقة ترتيب الكيو إنه إذا دخل عنصر جديد ممكن يدخل أي عنصر جديد بأي وقت، بس وين بدخل؟ على نهاية الطابور، والخدمة تقدم اللي له وقت أطول بالطابور اللي هو في بداية الطابور. مين اللي بيكون له أكثر وقت؟ اللي بيكون ببداية الطابور بيكون هو اللي له the longest time in the queue. هيك بنحكي البداية. بالكيو عادة إحنا بنحتفظ بطرفي الرير، في عنا باك وفي عنا الباك اللي هو النهاية، نسميه باك، نسميه لاست، نسميه رير، والبداية اللي هو هيد أو فرونت أو فيرست، نسميه هيد أو نسميه فرونت أو نسميه فيرست. البداية طرف بداية وطرف نهاية، ليش؟ لأن أنا بضيف من جهة وبحذف من جهة، الإضافة من النهاية والحذف من البداية. شو يعني أحذف؟ أحذف قيمة، يعني أقدم الخدمة، أقدم الخدمة للي بداية الطابور وبالتالي بخرج من الطابور، بحذفه. يعني قدمت له الخدمة بخرج من الطابور، يعني منحذف. حكينا أمثلة على الكيو مثل الكول سنتر. الكول سنتر إذا وصلت أكثر من مكالمة بترتب حسب زمن الوصول على شكل طابور. حكينا بدي أحجز بطاقات مثلا، رح أترتب على شكل كيو على الاي تي ام ماشين، على الخبز، على الدكانة، على الباصات، دائما بيعملوا طابور، طابور عادي. مبدأ الطابور كلنا بنعرف مبدأ الطابور first in first out، والطابور رح يستخدم، يعني موجود الكيو. الكيو بتساعدني، هي بحد ذاتها data structure مفيدة، ممكن استخدمها ببعض التطبيقات اللي بحاجة تحقق مبدأ الكيو، زي مثلا لو بدي اعمل السي بي يو scheduling. CPU scheduling للبروسيسنج وارتبها على شكل طابور واعطي دور دور لكل بروسيس لحد ما تخلص الكيو الخاصه للبروسيسنج. بدنا نستخدم الكيو، صح؟ ممكن نستخدم الكيو باشياء كثير، يعني معظم التطبيقات بدها كيو. يعني مثلا البرينتر، حكينا الطابعه المشتركه ضمن نتورك، زي مثلا طابعه القسم بيصلها اكثر من امر طباعه، وممكن تكون تطبع ممكن تكون واقفه. كيف إذا وصلها أكثر من أمر بترتبهن؟ ترتبهن على شكل كيو. حكينا بالجراف والتري، البريد فير سيرش، راح البريد فير الترافيرسال للتري وللجراف، راح أستفيد، راح تساعدني الكيو عشان أقدر أستخدم أعمل إشي اسمه البريد فير. وهاي المواضيع البريد والديبث كمان تاخذوها بالاي اي، بتستفيد مرة بتستخدم الكيو مرة بتستخدم الستاك عشان تقدر تتعامل مع هاي الداتا ستراكشر. اذا هي الكيو والستاك كداتا ستراكشر بحد ذاتها بستخدمها كمكان تخزيني لبعض التطبيقات، وبستخدمها بتساعدني بحل تطبيقات اخرى، بتساعدني بتطبيقات اخرى، مش بس هي بحد ذاتها. حكينا الاوبريشنز الرئيسيه لما نحكي عن الابستراكت داتا تايب لاي داتا ستراكشر، بدي اعرف شو الاوبريشنز وشو الداتا، داتا ممبرز، الاوبريشنز والايرور كونديشنز اللي ممكن تحصل. لما نحكي على الابستراكت داتا تايب بدي افهم الاوبريشنز، الايرور كونديشنز، الخطا اللي ممكن تحصل داخل الاوبريشنز، بالاضافه للداتا ممبرز. الاوبريشنز الرئيسيه بالكيو ان كيو دي كيو. ان كيو شو معناها؟ حكينا اضافه عنصر على اخر الطابور، اضافه عنصر تو ذا باك اوف كيو، لازم الاضافه للنهايه، بقدرش اضيف بالبدايه او بالوسط. في الطابور العادي بضيف بالنهايه. رح ناخذ بالسكشن اللي وراء الكيو العاديه، دبل اندد كيو. دبل اندد كيو رح اضيف واحذف من الطرفين. كيف؟ رح اشرح لك ليش ممكن نضيف ونحذف من الطرفين بالدبل اندد، مش بالكيو العاديه. الكيو العاديه الاضافه فقط على الاخر، الاضافه فقط على الاخر لما نحكي كيو عاديه. اذا بدي دبل اندد بقول لك دي كيو، رح يكون اسمها دي كيو اللي هي دبل اندد كيو. دبل اندد كيو في عنا ال NQ of E، إضافة العنصر ال E على آخر الطابور، DQ اللي هي حذف and
remove and return حذف وارجع the first element from the queue اللي باول الطابور. وشو الايرور كونديشن اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل خلل انها تكون اني اجي احذف من كيو فاضيه، تكون الكيو فاضيه راح يصير خلل. An error occurs if the queue is empty. Queue dot first. حكينا هذول هن التو operations الرئيسيات. في three operations زي مساعدات أو accessor methods اللي هن queue dot first, queue dot is empty واللين. طبعا هذا ما بيعني إنه بس هاي الoperations اللي هاي الoperations الرئيسية بالكلاس queue بالإضافة للconstructor طبعا. بس إحنا ممكن نعمل أي operation أخرى display, max, min. لو بدي احذف من الوسط بقدر، بس ايش؟ بس لازم امشي على مبدا الكيو. يعني مثلا الستاك وريتك انه احنا ما بنقدر نعمل اكسس غير على التوب. اذا بدي اصل لشغله بالنص مثلا، كان المفروض اطلع كل اللي فوقيها عشان اقدر اصل لإشي بالنص مثلا. عشان مثلا بدي اصل لشغله بالوسط احذفها، بدي اطلع كل اللي فوقيها، بحطهم بتمبوراري، بعمل لهم بوب. بصل للنقطة اللي بدي إياها بشتغل عليها شو ما كان الشغل، بدي أحذف، بدي أزيد، بدي أعدل، بدي أنقص، بشتغل برد برجع القيم اللي طلعتن حطيتن بالتمبوراري برجعهن على الكيو الأصلي على الستاك الأصلي. ونفس المبدأ رح نشتغل على الكيو، مع إنه هو أحيانا مثلا بالكودات والامتحانات، لأنه مش واحد بكتب الامتحان، بلاقي جملة دوران فور استخدم الإندكس عشان مثلا يطبع عناصرها. انت اذا جاك زي هيك هو المنطق غلط، هو منطقيا غلط، لانه الكيو الاكسس على الفيرس على البدايه، واذا وصل عنصر جديد بس بدخله على النهايه. اذا بدي اشتغل اي شيء ثاني اطبع لازم احافظ على هذا المبدا، بقدر اطبعهن بس بضلني اخذ اللي بدايه الطابور اطبعه عشان اقدر اصل للثاني لازم احذفه، واللي بصير الثاني هو اللي بالبدايه بحطه ايش؟ أنا نفس كيف اشتغلنا بالستاك، بحطه بكيو تمبوراري، بعدين برد ارجعهن على الكيو الأصلية. هو الشغل الصح هيك، بس أحياناً ممكن تلاقي جملة لوب فور مثلاً، فور اي ان كذا، الرينج اوف كذا، برنت كذا. هاي لا تعتبرها ايرور إذا طلبنا بالامتحان، تعتبرها صح وبتتبع عادي. هي منطقي غلط بس بتعطيني نتائج بنتبعها عادي. كيو دوت فيرست حكينا ترجع القيمة the reference to the element at the front of the queue، يعني بترجعني reference على القيمة اللي بداية الطابور بدون حذفها without removing it. ما بتحذف لي first بس بتورينا القيمة اللي بأول الطابور، وإذا كان ما في قيم كانت فاضية شو بيعطيني؟ error. شو الايرور رح استخدمه؟ حكينا الايرور اللي هو empty error اللي عملته بالكلاس class، زي ما عملت class empty برث من الاكسبشن، هذا الكلاس نفسه رح أعمله واستخدمه بالكيو. طبعا اذا بدناش نضل نعمله ممكن اسمي ملف اسمه empty.py واعمل import empty q.isEmpty q.isEmpty، هذا بيرجع true اذا كانت الكيو فاضيه. شو يعني فاضيه؟ does not contain any elements. false otherwise. الlen of queue return the number of elements in a queue، اعطيني عدد عناصر الكيو. In Python, we implement this with a special method underscore underscore len. بحكي لنا len راح نعيد تعريف len، راح نعمل overloading للlen method. قولي ليش بتقولي overloading؟ كل شيء underscore underscore ببلش باسم الفانكشن underscore underscore، وقبله underscore underscore بكون اسم معروف زي len، lt، equality، eq، add، هذولا كلهن overloading. حتى الconstructor overloading، الstr overloading. لو نعمل نعرف الstr the queue abstract data type assumptions، بحكي لنا من الافتراضي الافتراضات اللي رح ناخذها بالبداية الكيو بتكون does not contain any elements، ما بتحتوي على اي عنصر، بتكون فاضية بالبداية الكيو رح تكون فاضية. ما عندي قيود على الحجم، there's no a priori bound on the capacity of the queue. ما شو يعني priori bound؟ يعني قيود مسبقة، ما بقولكش الكيو الري الكيو راح هسه راح استغلها على شكل ليست، استخدم الليست، ما راح اقول لك والله حجمها 100، خلص هو تلقائيا ما في عندي قيود، لان انا بعمل ريسايز، مش لانه ما فيش قيود. احنا تعلمنا من الري انه هو حتى الليست هو بيحجز حجم محدد، بعدين اذا فلل بيعمل ريسايز. هو هذا الاشي اللي بصير دايناميك، ما بحس انه في قيود، ما
ها بحس إنه في قيود على الحجم. There's no a priori bound in the capacity of the queue. Q can be of any type. يعني Q can be of any type. مجرد إني أستخدم أنا list مش array. مش زي الدايناميك array استخدمت array بالC types كان لازم كلهن يكون من نفس النوع. هسا أنا بستخدم list. list حتى ممكن تكون خليط. يعني مش شرط كلها تكون. ممكن تكون كلها integers. ممكن تكون كلها floats. كلها strings. كلها booleans. بس ممكن حتى تكون خليط. لأن أنا راح أعتمد على string. على list. والlist إحنا بنعرف إنه ممكن تكون عناصرها خليط. حتى الستاك لو بتحط فيها خليط مرة رقم ومرة string ومرة عادي. ليش؟ أنا استخدمت الليست إذا بتتذكروا. بنيت الليست واستخدمت الليست كديتا ستراكتشر. اعتمدت على الليست لبناء الستاك صح؟ والليست إحنا بنعرف إنه بقدر أخزن فيها حتى لو كان خليط من العناصر. إشي انتجر وإشي فلوت وإشي. طب هسا على كيو. شوف هسا نطبق أول إشي هاي الأوبريشنز عشان نفهمهن الإن كيو والدي كيو واللين. بعدين نروح نشوف كيف رح أطبق هاي الأوبريشن. كيف رح أكتب إمليمنتيشن إلها. بالستاك كنا تبنينا الليست مباشرة لأنه وريتكم إنه البوش زي الأبند. البوب زي البوب. البوب اللي بدون اللين زي ألسا. التوب اللي بوريني آخر عنصر كان زي ألسا بزيرة. هذا الستاك. طب هل كيو كان رح تبنى أشياء مباشرة من الليست؟ أنا رح أستخدم الليست بس هل رح أستخدمها بطريقتها العادية؟ ولا راح نعدل عشان تكون مناسبة؟ راح نشوف هاي التعديلات. بس خلينا نفهم أول شيء هاي الأوبريشنز الرئيسية الإن كيو اللين الدي كيو الإزمتي الفيرست. The following table shows a series of queue operations. يعني مجموعة من الأوبريشنز على كيو and their effects on an initially empty queue. بالبداية الكيو فاضي. شو تأثير كل عملية على الكيو وشو بترجع قيمة؟ Q of integers. لاحظ عناصرها integers. Q dot in Q of 5. لاحظ in Q شو معناها؟ بتدخل القيمة على آخر الطابور. طابور فاضي إذا رح يكون فيه بس الخمسة. هاي الطابور هاي حكي لي هاي first وهاي last. هاي الطابور رح يكون فيه الخمسة لأنه أصلاً فاضي. طب الin Q بترجع لي قيمة؟ لا ما بترجع. بس بتدخل قيمة بدون إرجاعها. In Q3 راح تدخل قيمة وين؟ على last، على جهة last، على آخر الطابور. شو صار فيه؟ خمسة وثلاث وما بترجع قيمة. Length of Q بترجع لي طول الQ. طول الQ كم عدد العناصر؟ اثنين. إذا راح يرجع لي اثنين. Q dot DQ. DQ بتحذف القيمة بس مش آخر قيمة زي الستاك. لا، أول قيمة بالطابور اللي إلها وقت أكبر. اللي ولها وقت أكثر قاعدة بتنتظر أكثر إلها من زمان بتستنى اللي هي الخمسة. مين استنت أكثر الخمسة ولا الثلاث؟ الخمسة. هاي اللي بفيرست اللي بأول الطابور رح يحذفها ويرجعها. لاحظ رح يحذفها من الكيو. الكيو ظل فيها ثلاث وعمل ريتيرن إرجاع. شو رجع لي القيمة اللي بأول الطابور اللي هي الخمسة. شو ظل بالطابور؟ بس الثلاث. طب كيو دوت إز إمتي. Is empty بترجع true إذا فاضي. False otherwise. هل هي فاضية؟ لا. إذا false. Q dot DQ هترجع القيمة اللي بأول الطابور وتحذفها. هاي رجع فيها فيها قيم؟ فيها. هيها الثلاث. حذف فصارت الـ Q فاضية ورجع لي إياها. حذف فصارت فاضية والـ Q رجعها. طب Q dot is empty. هل هي فاضية؟ true. Q dot DQ. DQ. DQ بدي أحذف. تحذف قيمة اللي بأول الطابور ما هي فاضية. شو رح يعطيني؟ empty error. الإيرور اللي هو الامتي رح يعمل لي إيرور لأن هل كيو فاضية. يجي تحذف من كيو فاضية. Q dot in Q of 7. In Q of 7 يعني ضيف السبعة على الطابور. ضفنا السبعة كان فاضي صار فيه بس السبعة وقلنا الـ in Q ما بترجع قيمة. Q dot in Q of 9 ضيف التسعة. هاي صار سبعة تسعة. لاحظ وين بضيف؟ على last بعد القيمة الموجودة. Q dot first بيرجع لي القيمة اللي بأول الطابور بس بدون حذفها. مش زي الدي كيو. دي كيو بيرجعها وبيحذفها. هون لا بخليها بس بوريني شو القيمة اللي بأول الطابور اللي هي السبعة. بس Q تأثرت هي سبعة تسعة. Q dot in Q of four
ضعف الأربعة فوق القيم 7.9.4، ضعف الأربعة على نهاية الطابور إن كيو عن النهاية. لين أوف كيو طولها 3، والكيو نفسها ما راح تتأثر من اللين. هيك بنسميها أكسسور ميثود. الإز إمتي واللين والفيرست أكسسور ما بغيرن، بس بيورني قيم معينة، الطول هل هي فاضية أول قيمة، بس بدون تعديل لكيو. هيك الكيو بتظل زي ما هي بعد الأكسسور. الإن كيو والدي كيو لا، مش أكسسور ميثود، هذول بغيرن، بنسميهم موديفايرز أو ميوتيتر ميثود. كيو دوت دي كيو، دي كيو بدي يحذف اللي بأول الطابور. وين اللي بالأول؟ 7، حذفها ورجعها، شو ظل بالطابور؟ 9.4. طيب هسا كيف رح نتبنى، شو رح نتبنى؟ هل رح نتبنى زي الستاك الليست مباشرة؟ للشغل على الكيو، هل نتبنى الاوبريشنز الإضافة؟ بحكي لي بدي أضيف بالبداية، بالبداية بدي أضيف بالبداية، بدي أضيف بالبداية، لا بدي أضيف بالنهاية. طب بدي أضيف بالنهاية، احكي لي زي الأبند، بدي أحذف من البداية زي البوب أوف زيرو. بس البوب أوف زيرو فكروا فيها شوي، البوب أوف زيرو شو بدها؟ إذا بدي أحذف من البداية شو بدي أعمل؟ بدي أعمل شيفتنج. مش البوب أوف زيرو بتتضمن شيفتنج؟ بده ينزل كل القيم، يسكر الحفرة. حذفت القيمة اللي at index 0، بدي أسكر الحفرة، بدي شو أعمل؟ بدي أشفت كل القيم اللي وراها لليسار، من النقطة اللي أنا فيها لآخر الليست، بدي أعمل تشفت. إذا شو بتصير؟ بتصير العملية inefficient. شو بتصير؟ هاي الكلمة شايفينها؟ inefficient لو استخدمت البوب أوف زيرو مباشرة. لو بدي هاي بدي أوريكو إنه هل نقدر نتبنى زي ما تبنينا الأوبريشنز اللي بالليست للستاك، بقدر أتبنى مباشرة أشياء من الليست للكيو وتزبط العملية. أول إشي حكالي افترض إحنا بنحذف من البداية، من البداية بقدر أستدعي بوب أوف زيرو. بوب أوف زيرو بيحذف القيمة اللي بالبداية، بس بنفس الوقت شو بيعمل؟ بيعمل شيفتينج. هي بيعمل شيفت، remove the first element. البوب أوف زيرو remove the first element but it's inefficient. inefficient ليش؟ When Bob is called on a list with a non-default index, a loop is executed to shift all elements beyond the specified index to the left. بدي يعمل هاي اللي بالموقع واحد بدي يحطه مكان الصفر، واللي بالموقع اثنين بدي يحطه مكان واحد، واللي بالثلاث بدي يحطه مكان، مش هيك تعلمنا بالأري؟ طيب إذا هذا inefficient، وهذا راح يكون التايم كومبلكسيتي له ايش؟ ثيتا ان، اللي هي تقريبا all n، اني بدي اعمل تشفت كل القيم للامام الموجوده بالكيو حاليا. طب هل هذا منطقي؟ اجي استخدم كل ما اعمل عمليه حذف اشفت n قيمه، شو صار عندي؟ صار عندنا الكود inefficient. اذا انا ما راح استخدم البوب اوف زيرو، ما راح استخدمها. We can improve on the above strategy by avoiding. شو avoiding؟ يعني نتجنب، نتجنب call to bob of zero entirely، بشكل كامل لا تستخدم البوب اوف زيرو نهائيا. ليش ما استخدمش البوب اوف زيرو؟ لانه كل مره بدي اعمل دي كيو احذف القيمه اللي باول اشفت كل القيم لتحت، لا بزبطش، رح يصير الكود inefficient. طيب شو الطريقه البديله؟ الطريقه البديله حكالي انه احتفظ بمتغير سميه اف او فرونت. احتفظ بمتغير شو سميه فرونت او اف، اختصار لفرونت اللي هي اف. هذا المتغير خليه دائما بيمثل الاندكس لاول قيمه بالكيو. شو بيمثل؟ بيمثل موقع اول قيمه بالكيو، مش شرط اول قيمه تكون ات اندكس زيرو، ممكن تكون باي مكان، اتفقنا؟ بس تيجي تحذف القيمه، بس عليك اعمل اللي ات الفرونت ات اندكس اف، اعملها نان ومشي الاف لقدام. يعني الاف كان 4 بصير 5، كان 5 بصير 6، بدون ما تعمل شيفتنج. شو عشان يحل خطوط الشيفتنج اللي بتعمل لي التايم كومبلكسيتي انفيشنت؟ شو قال لي؟ قال لي احتفظ، هيا مش راح نستخدم البوب اوف زيرو نهائيا،
we can replace the DQ entry in the array with a reference to none. لاحظ with a reference to none and maintain an explicit variable if to store the index of the element that is currently at the front of the queue. شوف ال if شو بعمل؟ maintain the variable if. هذا ال variable if شو بيخزن؟ to store يخزن the index of the element. شو بيخزن؟ شو بيحتفظ؟ بالindex للعنصر اللي بيمثل that is currently at the front of the queue اللي هو حاليا في بداية الكيو. طب أنا جيت أحذف شو بعمل؟ بعمل اللي at index if بعمل القيمة none وبمشي ال if لقدام. لاحظ such an algorithm for DQ would run in all one time. هيك ما بدي أعمل shifting بس بدي أعمل القيمة none وأمشي الفرونت لقدام. هذول خطوتين قديش بدهن؟ all one time. طب بس فيها مشكلة؟ نشوف. After several DQ operations, this approach might lead to the configuration portrayed in figure 5.6. شوفوا بعد عدد من الاوبريشنز لو بدي اشتغل بس هيك احنا هسه رح نعدل عليه. هي هاي فكره صح. ما بديش استخدم بوب اوف زيرو. بدي استخدم ان اعمل الفرونت بدي اعمل فرونت، الفرونت هذا بيمثل لي الاندكس لاول قيمه، بس اجي احذف بعمل القيمه at the front بعملها نان at index لفرونت وبمشي الفرونت لقدام. اتفقنا؟ بمشي خطوه لقدام. بحكي لنا اذا بشتغل عادي كليست عاديه، هسه رح نشوف انه رح نشتغلها سيركولر ليست، سيركولر اري كيو. اتفقنا؟ رح نعملها سيركولر عشان تحل المشاكل. هي هاي الفكره صح وبتاخذ او 1 وراح استخدمها. بس بحكي لنا بعد عدد من عمليات الان كيو والدي كيو شوفوا شو راح يصير. راح تصير اول الكيو فاضيه، اول الكيو فاضيه، واخر شيء بتضل الكيو تتوسع 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 تتوسع، وفيها مناطق كثير بالبدايه فاضيه. اذا بدي ضلني اضيف على النهايه واحذف من البدايه بس امشي. عشان يحل هاي المشكله شو عمل؟ شو عمل؟ بيعمل الكيو سيركولارلي. كيف سيركولار؟ انا ما بزيد الكيو، ما بوسعها وزيد عناصر الا اذا كانت الكيو كلها فل. الا اذا كانت ايش؟ الكيو فل. كيف الكيو بتكون فل؟ يعني هيك مش فل، هاي في مناطق. لو هذا مليان للاخر برجع بخزن بالبدايه عادي. برجع بخزن ات اندكس 0. برجع اخزن ات اندكس 1 وراها، بعدين ات اندكس 2 لحد ما تصير كلها فل. اذا فل بعمل ريسايز. اذا فل، فل يعني مش ما يكونش ولا مكان فاضي. هيك في مناطق فاضية. شوفوا شو بحكي لنا. Unfortunately لسوء الحظ there remains a drawback to the revised approach. بحكي لنا في مشاكل. drawback يعني مشاكل. بدنا نعدل عليه عشان نصل لأبروش كويس. In the case of a stack the length of the list was precisely equal to the size of the stack even if the underlying array for the list was slightly larger. بحكي لنا بالستاك كنت مباشر اعرف اللين ما احتفظت لا بسايز ولا بكباسيتي بس بالديتا صح؟ كنت اعرف اللين مباشرة اللين للليست بعطيني اللين للستاك صح ولا لا؟ بس هون بقدر هيك؟ لا، لانه راح يكون عدد المواقع محجوزة وفيها مناطق فاضية. إذا ما بقدر أطبق اللين مباشرة. كلين أوف ليست تعطيني اللين للكيو. With the queue design that we are considering the situation in is worse. We can build a queue that was relatively viewed elements yet which are stored in an arbitrary large list. لاحظ بالكيو بهاي الطريقة رح نبني كيو حجمها ليست كبيرة ومخزن فيها قيم قليلة. ليش قيم قليلة؟ لأن أنا بعمل مجموعة من الأوبريشن إضافة وحذف إضافة وحذف. إذا بدي ضل أضيف كل ما عمل إن كيو يصل للنهاية يكبر لقدام وبالبداية فاضي رح يصير عدد العناصر قليل والليست كبيرة. هل هذا efficient؟ هل هذا efficient؟ لا. This co-occurs for example if we repeatedly شوفوا repeatedly بشكل متكرر enqueue a new element and then dequeue another. أعمل enqueue وأعمل dequeue. إذا الإضافة للنهاية والحذف من البداية وأنا قاعد بوسع لأنه هون فيش مجال بالنهاية رح تكبر الكيو وبنفس الوقت يكون عدد العناصر الفعلي الموجود فيها قليل لأن أنا قاعد بضيف وبحذف. Over time the size of the underlying list would grow to O of M.
حجم الليست راح يكبر او ام، حيث ام هي عدد العمليات الان كيو، عدد عمليات الان كيو. طب الدي كيو اللي حذفت شو حله هاي المشكله؟ احنا مش راح نمشي هيك، ما راح امشي هيك هيك لانه الوضع غلط. احجز يكون الحجز الليست كبيره وعدد العناصر فيها قليل، هذا منطقي؟ لا. This design would have detrimental consequence in applications in which queues have relatively modest size but which are used for long periods of time. For example، بحكي لنا هذا رح يكون سيء على التطبيقات، إن يكون حجمها كبير وبدي استخدمها لفترة طويلة، حتى لو كانت بالبداية مثلا. بحكي لنا مثلا نظام الحجز وين؟ restaurant might never، مطعم مثلا عنده 3 انترز كل يوم، بعد اسبوع راح يصير عدد الانترز كبيره. ادخل واحذف بدون وظن اوسع بالليست، هذا الاشي راح يضر بالشغل. طب شو الحل؟ احكي لنا using an array circularly. احنا كيف راح نستخدم الاري؟ كيف راح استخدمها اللي بتمثل الكيو؟ راح استخدمها circular، يعني انا ما راح اظن اوسع لقدام إذا في عناصر ورا فاضية. خلص أنا وصلت لهون آخر عنصر، بعد آخر عنصر في مجال لقدام بروح بضيفه قدام، ما بظل أوسع، ما بظل أوسع، راح استخدم using an array circularly. شو الحل؟ using an array circularly we allow the front of the queue. طبعا احنا راح نحتفظ بالفرونت، وهذا المبدأ اللي حكيناه بالحذف، إنه الفرونت بيمثل أول الطابور، وإذا جيت أحذف بعمل نان وبمشي لقدام، هذا راح نستخدمه، بس ما راح اظني اوسع واظن اللي من قدام فاضي ومن وراء القيم، لا، راح استخدم الاري سيركولارلي. In developing a more robust queue implementation we allow the front of the queue to drift rightward and we allow the contents of the queue to wrap around. شوفوا راح نسمح لمحتوى الكيو wrap around. Wrap around the end of an underlying array. بحكي لنا بالبداية راح افترض انه حجم الاري ثابت اللي هو n. طبعا هو مش ثابت، هو انا بقدر اضيف قد ما بدي، بس يصير full الان بقدر اعمل resize عشان اضيف زي ما بدي. حكينا ما في قيود على الحجم، هو ما في قيود، بس احنا بالبداية راح نبلش we assume that our underlying array has fixed length n that is greater than the actual number of elements in the queue. حجمها n وهو أكبر من حجم عدد العناصر الفعلي الموجود داخل الكيو. In new elements are in queue toward the end. راح بضل نضيف لحد ما صل للنهاية of the current queue. Progressing from the front to the index n ناقص واحد، هاي من الفرونت لعند n ناقص واحد، and continuing at index zero. يعني خلصنا من ان ناقص واحد، اذا هون فاضي ما بتركه وبروح اوسع الليست، اروح اوسعها وهو هون في عناصر فاضيه، مواقع فاضيه، لا، اذا وصلت للطرف النهائي الاخير، اذا الكيو حجمها ان، يعني من زيرو لان ناقص واحد، احنا راح نعمل عدد من عمليات الان كيو والدي كيو، اضافه وحذف، اضافه وحذف، راح اضيف اضيف واحذف، الحذف من البدايه، بعد فتره شفنا راح يصير البدايه فاضي والنهايه فل. طب اوسعها، قبل شوي قلنا نظلنا نوسع بصير عدد العناصر حجمها كبير وعدد العناصر قليل اللي فيها، شو عمل؟ لا، صار اذا فيها مجال حتى لو من البدايه بعمل راب اراوند. راب اراوند يعني بس اصل للطرف النهايه في مواقع فاضيه بالبدايه، بصير اخزن في البدايه، بصير اخزن تلقائيا، برد اكمل من عند الاندكس 0 بعدين 1 بعدين 2 وهكذا. لهيك بنسمي الاري سيركلر. طيب عشان نقدر نحقق هذا المفهوم شو راح نعمل؟ الفرونت لما اجي اعمل دي كيو حكينا راح اعمل ات اندكس اف مثلا اسمها ديتا، ديتا سب اف تساوي نن، بعدين احكي له اف تساوي، ما راح احكي له اف زائد واحد، راح احكي له اف زائد واحد بين اقواس مد الان، بين اقواس مد الان. طب ليش عملت هاي مد الان ضفتها؟ ضفتها عشان نحقق السيركلر، لانه شوفوا لو كانت هاي الان 10، الان 10 راح تكون من 0 ل 9، شوفوا من 0 ل 9. طبعا اول شيء بفحص هل هي فاضيه ولا لا، هل هي فل او لا،
انه اذا فل راح اعمل ريسايز، اذا فل يعني ما فيش مكان فاضي كلها مليانه، اللي بالاول والاخر مليان بعمل ريسايز بكبرها. بس اذا مش فل يعني حتى لو وصلت انا لنهايه الطرف في مناطق هون بالبدايه فاضيه، عملت لها دي كيو صارت فاضيه، لهيك هي مش فل. يعني انا لو وصلت مثلا من 0 ل 10 10 عناصر، من 0 ل 9، لو وصلت اخر موقع 9 وجيت بدي اعمل حذف او بدي احذف، بدي احذف هذا، هاي الفرونت حذفت، حذفت اف، لما اجي هذا مثلا هاي 9 8 7 6 6 6 زائد 1 مد ال 10 بعطيني، بوديني على الاندكس 7، بكون حذفت القيمه الموجوده ات اندكس 6 ورحت صار الفرونت عملت ات اندكس 7. طب لو رجعت عملت حذف كمان مره، شوفوا بدي احذف القيمه ات اندكس 7 عملها نان وامشي الفرونت 7 زائد 1 مد ال 10 8 مد ال 10 8. طيب لو حذفت هاي القيمه عملت نان هذا فرونت، بعدين باجي بقول فرونت زائد 1 8 زائد 1 9، 9 مد ال 10 9، صار الفرونت وين؟ بطل هون، صار عند التسعة، هاي آخر عنصر مثلا، مثلا أنا بحكي مثلا. طب هسا لو حذفت هذا القيمة وين الفرونت رح يصير؟ هون. طب كيف صارت هون؟ كيف رح يصير هون الفرونت؟ إنه هاي أول قيمة رح تصير بالطابور. إن حاليا E F G H I J K L M وصلت للنهاية بعدين رجعت، هسا حذفت حذفت حذفت، طب هسا وصلت للفرونت اللي هي الاتش، صارت اتش اي جي كي ال ام. شوفوا التسعة زائد واحد عشرة، عشرة مد العشرة صفر، شوفوا بس احذفها رح يرجع الفرونت على فرض انه الان عشرة، وين الفرونت رح يصير؟ عند اول عنصر، شايفين لانها سيركلر حطيت مد الان، مد الان هاي عشان تساعدني نعمل سيركلر. ونفس الاشي لما اضيف، لما اضيف بدي اعدل بطريقة وبدي استخدم باقي القسمة، باقي القسمة هاي بتساعدني اني اشتغل على انها سيركولر. ليش ضفنا باقي القسمة؟ ما ضليت اف زائد واحد اف زائد واحد اف زائد، لا مش بس اف زائد واحد، اف زائد واحد الكل مد الكباسيتي، مد الان هاي السعة، قديش عدد المواقع المحجوزة اللي هي رح نستخدمها احنا، رح نسميها كباسيتي. وكلنا بنعرف شو يعني باقي قسمة، هون شارح لي بهاي الفقرة شو يعني باقي قسمة، في حدا بيعرف شو يعني باقي قسمة؟ ماخذين الاوبجكت وماخذين البايثون وماخذين الكل عارف شو يعني باقي القسمه، باقي القسمه، وبالفقره هاي شارح لك كانك بتعرف ايش باقي القسمه شو معناها، شارح لك شو يعني باقي القسمه. نشوف كيف رح نعمل الامبلمنتيشن عشان نستفيد من السيركلر. طيب بحكي لنا اول شيء، شوفوا ما تبنيت الليست، انا رح استخدم ليست بس ما تبنيت زي ما هي زي بالستاك، استاك عملت بس داتا ما عملتش لا سايز ولا ان ولا اشي ولا فرونت ولا توب حتى، وكنت اعتبر نهايه الليست هي التوب بدون ما احتفظ بمتغير يمثلني وين الراس، قلنا الراس اللي هو النهايه، ما احتفظ بمتغير كان يعتبر النهايه، نهايه الليست هي نهايه الستاك صح؟ وعملنا الابند البوش استدعيت الابند والبوب استدعيت البوب واللين استدعى والتوب استدعى السب سالب واحد من الذكرين اللي هي data sub سالب واحد sub dot underscore data sub. يعني كل شيء بالليست استخدمه بشكل مباشر. بس حكينا احنا ليش عملنا class stack وقتها؟ عشان ما اسمحش اللي هوش يشتغل كليست عادية، عشان اسمح له يشتغل بس كستاك. طب هسه حل الكيو، الكيو رح تستخدم الليست بس رح تستخدمها بالطريقة اللي استعملناها بالستاك؟ لا، لأن شفنا الدروباكس، لو استعملت بوب sub zero inefficient بدها shifting، أظن أدخل 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 بتكبر الليست وبصير عدد القيم، عدد القيم اللي بالليست اقل بكثير من حجمها، وبالتالي هذا راح يكون inefficient. لهيك انا استخدمت circular، circular array، circular queue صح؟ طيب عشان ننفذ هاي circular array queue بايثون كيو implementation بحكي لنا اول شيء، طبعا موجود الكود بفراجمنت 6.6 و6.7، في عندنا underscore data، شوفوا الداتا من برز underscore data underscore size underscore front. طب قل لي انت قلتي في طرف للبدايه وفي طرف نهايه صح؟ الكيو في بضيف من جهه الفرونت وبحذف من بضيف من جهه الباك وبحذف من جهه الفرونت، في فرونت وفي باك، ليش شلون ما عملش باك؟ عمل فرونت وما عملش باك او رير؟ لان انا بقدر احسب الرير،
لأنه احتفظ بالسايز من الفرونت والسايز بتقدر تحسب الباك، ليك ما عملكيش باك. بإمكانك تعمل باك كمان. هسا رح نشوف شو هو الداتا اللي هو الريفرنس على الليست، اسم الليست اللي بدي أخزن فيها القيم. Is a reference to a list instance with a fixed capacity. ليش fixed capacity؟ طب قولي لي شو هاي العبارة fixed capacity؟ ما هو ما عنديش قيود على، ما عندي قيود على السايز. بقول لك صح، هو رح أصل إنه مثلا كان حجمها 10، بدي أفترض إنه لها حجم capacity معينة. هذا الكاباسيتي بس تفلل، انا بعمل ريسايز زي ما تعلمنا بشابتر 5 بالاندر بالاري، بعمل ريسايز وبقدر اضيف قد ما بدي قيم، ما عندي قيود. بس انا هي لها فيكست محدد، سايز محدد بالبدايه. اندرسكور سايز، السايز بيمثل عدد القيم الموجوده. طب ليش احتفظ بالسايز؟ لانه شفنا احنا بنعمل ان كيو دي كيو، ان كيو دي كيو يعني حجم الليست ما راح يمثل حجم عدد القيم الفعلي زي الستاك. الستاك كان حجم الليست، طول الليست بيمثل طول القيم، عدد القيم. لهيك استدعينا للليست لين اوف داتا مباشره، صح متذكرين؟ بدون ما يحتفظ بالسايز في الستاك. في الستاك عمل لين اوف داتا بدون ما يستدعي، بدون ما يحتفظ بمتغير اسمه سايز. هون لا، لانه انا ممكن اعمل الحذف والإضافة كل واحدة من جهة، ممكن يكون في مناطق فاضية، بالتالي مش راح يكون حجم الليست طول الليست هو نفسه عدد العناصر. هيك أنا احتفظت بمتغير size underscore size is an integer representing the current number of elements stored in the queue. لاحظ is an integer representing the current number of elements stored in the queue as opposed to the length of the underscore data list. لاحظ على عكس، مش راح استخدم اللينك للديتا، ما راح استخدم اللينك للديتا. بستاك استخدمت اللين اوف ديتا مباشره، عرف الديف اندرسكور اندرسكور لين اندرسكور اندرسكور اوف سيلف، قلت له ريتيرن لين اوف سيلف دوت اندرسكور ديتا. بتتذكر هذا بالستاك. بالكيو لا بنفعش. اندرسكور فرونت، حكينا الفرونت هذا ان انتجر بيحمل قيمه بيمثل الاندكس لاول موقع بالكيو، لبدايه الكيو، لانه بدايه الكيو شفنا بعد عمليات الاضافه والحذف ممكن البدايه تبطل باول الليست، ممكن تصير بالوسط، لان انا بضيف وبحذف وهي سيركولر، يعني بعد شوي العناصر اللي بالنهايه ممكن تكون بدايه بالبدايه at index 01، صح؟ is an integer that represents the index within underscore data of the first element of the queue assuming the queue is not empty. على فرض انه الكيو not empty، بتكون الفرونت قيمتها. طب ليش قال لي assuming the queue is not empty؟ أنا رح أحط الفرونت زيرو حتى وهي فاضية، بس الفرونت زيرو وهي فاضية يعني هذا مش إنه أول قيمة موجودة at index front، بس إذا كانت مش فاضية وقيمة الفرونت زيرو يعني الفرونت يعني أول قيمة موجودة at index zero. اتفقنا؟ يعني أنا بالبداية هسه رح أحتفظ الفرونت زيرو. طب ما انت لهيك قال لي هو عدد صحيح بيمثل القيم الاندكس لاول قيمه موجوده بالديتا اللي بالكيو، صح؟ assuming the queue is not empty، اذا كانت مش فاضيه. بس اذا فاضيه، اذا فاضيه الشات هذا انا ما بستعمله، للي طلع وكتب لي اسمه ما بستعمل الشات، بس اخذ حضور غياب ما قلتش نعم بحط دغاي. روان عبندة ويوسف بشار انتبهوا، لأنه في ناس طلعت، أنا شايف العدد نقص، ما بستخدم الشات. من مجرد ما بلشت أخذ حضور غياب على الورق ما باخذ على الشات، ما بطلش على الشات. We initially reserve a list of moderate size. لاحظ شو راح نستخدم بالكلاس، بالكلاس راح أحجز list بحجم متوسط for storing data. Although the queue formally has size zero، على الكيو راح يكون بالبداية size إلها zero، بس أنا راح أحجز list بحجم متوسط. يعني مثلاً أحجز list مكونة من 10 عناصر بالبداية، ما راح أحجزها فاضية، راح أحجز list مكونة من 10 عناصر، على الرغم من إنه بالبداية راح تكون الكيو نفسها راح تكون فاضي فيهاش ولا عنصر، إذن size إلها zero. As a technically technicality we initialize the front and underscore front index to zero. سامعين كمان الفرونت بعطول بالبدايه زيرو. طب هسه على الزيرو وهي فاضيه، الفرونت قيمته زيرو بالبدايه وهي فاضيه الكيو، راح يكون انه في اول
في عندي قيمة بأول الطابور at index 0؟ لا، ما راح تكون معناها هيك، راح تكون معناها إنه بالبداية يعني ما عنديش قيم، بس يصير في عندي قيم والفرونت تكون قيمته 0، يعني عندي قيم أول الطابور at index 0، بس إذا كانت فاضية الفرونت راح يكون بنفس الوقت صفر، بس ما بيمثل إنه في عندي قيمة at index 0. اتفقنا؟ شو الايرور اللي ممكن يحصل؟ حكينا الامتي ايرور. الامتي ايرور اللي عرفناه راح نستخدمه نفسه. هاي راح نعمل الاري ستاك، هنا راح نعمل الكيو الكلاس امتي، راح ابلش الامتي يا بخزنه بصير استعمله اعمل امبورت، ما هو كله كلمتين اكسبشن برص من اكسبشن وبعمل باس، بس هذا الايرور. هسه احنا راح نعمل الري كيو، حسميها الري كيو كمان عشان تدلني، لانه بشابتر 7 راح ناخذ لينكد ليست كيو ولينكد ليست ستاك. طيب بعديها لاحظ عمل ديفولت كاباسيتي تساوي 10. شوفوا الري كيو ديفولت اندرسكور كاباسيتي تساوي 10. عمل الكونستراكتر، شوفوا حجز داتا ليست، ليست شايفين نان هي ليست، بس بقديش مش فا مش مش عدد عناصرها صفر، عدد عناصرها array q dot default underscore capacity dot default underscore capacity والسايز والفرونت اعطاهن القيمه صفر صفر صفر، يعني عدد العناصر صفر، والفرونت حكينا هو بيمثل الاندكس لاول قيمه، بس اذا كانت فاضيه لا، الصفر هون حكينا ما بتمثل انه في عندي قيمه ات اندكس 0، بس اذا كانت مش فاضيه قيمه الفرونت بتمثل الاندكس لاول قيمه بالكيو. لاحظ اللين شو عمل؟ رجع السايز سيلف دوت اندرسكور سايز، ما قال لي لين اوف داتا، لين اوف داتا هاي 10 عناصر رح يعطيني 10 وهي فاضيه مكونه من 10 محجوز لها 10، لا رح يعطيني السايز اللين هون راح يعطيني السايز. طيب از امتي كمان ما اعتمد على اللين، اعتمد على السايز. هل سيلف دوت اندرسكور سايز ايكوال ايكوال 0 الاز امتي؟ الفيرست، الفيرست بده يرجع لي القيمه اللي باول الطابور. طب مين بياشر لي على اول الطابور؟ هي الفرونت، بشرط تكون مش فاضيه. هيك فحص اف سيلف دوت از امتي ريز امتي كيو از امتي، إذا مش فاضي قال لي return self dot underscore data sub مش sub zero، تقول لي اللي بأول الطابور sub zero. حكينا بعد مجموعة من الأوبريشن راح نشوف إنه الفرونت بتحرك والرير بتحرك. طب قول لي ما عملتيش رير أنت، ما عملتيش باك، بقول لك هسا راح تشوف إنه الباك بتقدر تحسبه، نقدر نحسبه من السايز والفرونت، بقدر أعرف وين النهاية. إذا عرفت السايز وعرفت البداية بعرف أحسب وين النهاية، وين آخر قيمة بالكيو موجودة. طيب self dot underscore data sub self dot underscore front dq بحذف القيمة اللي بأول الطابور. كنا عشان نحذف شو عمل؟ هاي فحص هل هي فاضية، إذا فاضية raise empty error، إذا مش فاضي بدي يحذفها ويرجعها. قبل ما يحذفها أخذ القيمة اللي بأول الطابور. طب وين أول الطابور؟ self dot underscore data sub self dot underscore front، خزنه بانسر. ليش خزنها بانسر؟ عشان بعد ما يحذف يقول لي return answer، يعني بدي احذفها وارجعها. اتفقنا؟ طيب شو عمل؟ قلنا القيمه اللي باول الطابور شو يعمل فيها؟ يعملها نن ويمشي الفرونت لقدام. هيو نفس اللي حكيناه سيلف دوت اندرسكور داتا سب سيلف دوت اندرسكور فرونت يساوي نن، سيلف دوت اندرسكور فرونت تساوي، شوفوا كيف مشى لانها سيركولر، مش بس سيلف دوت اندرسكور فرونت زائد واحد، self dot underscore front زائد واحد الكل بين أقواس مد اللين، اللين of self dot underscore data. لاحظ اللين of self dot underscore data رح يعطيني عدد المواقع المحجوزة مش عدد القيم، اللين عدد الليست قديش محجوز لها مواقع، يعني زي الكاباسيتي مد لين of self dot underscore data. بعدين self dot underscore size minus equal واحد، نقص واحد من السايز وريتيرن answer. طيب خلينا اكتب هاي الكودات بشكل سريع عشان نكمل عليها المره الماضيه الجايه. هاي default underscore capacity تساوي 10، بعدين عمل def underscore underscore initializer self، بس self صح استقبل
عمل self dot underscore data تساوي بين براكت نان ضرب ضرب ايش؟ ضرب array array q dot default underscore capacity هاي بعدين قال لي self dot underscore size يساوي zero و self dot underscore front يساوي zero بعدين عرفنا الديف اللين of self return self dot underscore size اعتمد على السايز بمعرفة الطول مش على اللين of data لأنه اللين of data راح تعطيني عدد المواقع المحجوزة is underscore empty empty of self return كمان اعتمد على السايز عشان يعرف هل هي فاضي أو لا underscore size equal equal zero def في عنا ال first function ال first رجع القيمة اللي بأول الطابور بشرط انها تكون مش فاضية if self dot is underscore empty إذا كانت فاضية raise empty error empty the q is empty the q is empty بطبع له مسج إنها الq فاضية طبعا هو الريز كمان رح يوقف التنفيذ مش بس رح يطبع مسج return وين القيمة اللي بأول الطابور؟ قلنا self dot underscore data sub self dot underscore front front هو اللي بدني اللي القيمة اللي بأول الطابور طيب خلينا هسا ناخذ حضور غياب منكمل الفانكشنز ونكتب فانكشنز زيادة عليهن المحاضرة الجاية إن شاء الله يلا واحد رقم واحد رقم واحد بسرعة بدي لأن عندي محاضرة وراكو يعني يسرى جمال يسرى جمال موجودة يسرى جمال المسجري اليوم ثلاث اليوم أربعة أربعة صح؟ اثنين اثنين عبد العزيز سمير الحجاج ثلاث ليث نشأت صبري حداد هذول من ما سجلت حضور غايبين مريح كويس أربعة دكتورة خمسة محمود أمجد ريحان خمسة محمود أمجد ريحان بني عبد الرحمن ستة مهند الغزاوي ستة مهند الغزاوي سبعة موجود دكتورة ثمانية أيهم فراس محمد دومي أيهم فراس محمد دومي تسعة تسعة أحمد فريد عبيدات أحمد فريد دخلت ورجعت طلعت سجلك غايب يلا خليك عشرة عشرة حذيفة محمد عبد الحفيظ العزام حذيفة العزام 11 خليل أمجد موجود دكتور 12 عامر خوالده موجود دكتور 13 أسامة سليمان 13 14 بشرى نعم دكتورة 15 موجودة 16
يوسف بشار، يوسف عبد الرزاق، يوسف بشار، يوسف بشار. 17 أنس جرادات، 17 أنس جرادات موجود، أنس عبد الرحمن. 18 19. نعم دكتورة. صلاح الدين. 20 مازن مروان، مازن مروان معابرة. دكتورة ممكن أعطي إشي؟ تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك. بحكي دكتورة أنا مبدئيا كنت غياب من أول محاضرة، بس لا ترديت على الوالد أشوف إيش بده، بس صدفة إنه نفس اللحظة كنت عم تاخذ غياب.